السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغاري؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم الثلاثاء، التاريخ 5/5/2020. حصتنا اليوم مراجعة للأعداد من 11 إلى 20 لصف البستان. هيا بنا نراجع الأعداد السابقة معا. هذا الرقم 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. هيا نكتب الأعداد. سنبدأ بالرقم 11، ويكتب بهذه الطريقة 11. الآن سنكتب الرقم 12، 2 وبجانبها 1، 12. الآن سنكتب الرقم 13، 13. أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، وهو آخر رقم تم أخذه معكم سابقا، الرقم 20، 2 وبجانبه 0. الآن هيا بنا نبدأ بحل بعض التمارين عن الأعداد. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. الآن سنعد ثم نضع دائرة على العدد الذي يوافق المعدود. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. أين هو الرقم 11؟ ها هو، أحسنتم. الآن هيا بنا نعد كم نجمة يوجد لدينا هنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. أي منهما هو الرقم 12؟ أحسنتم. الآن هيا بنا نعد كم طفل وطفلة يوجد هنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. أي منهما رقم 13؟ أحسنتم، ها هو الرقم 13. هيا نعد كم مسجد يوجد لدينا هنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. أي منهما الرقم 14؟ أحسنتم، هذا هو الرقم 14. الآن هيا بنا نعد كم فراشة يوجد لدينا هنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. أي منهما الرقم 15؟ أحسنتم.
أحسنتم. هيا بنا نعد كم نحلة يوجد لدينا هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. أين هو الرقم 16؟ رائعون. الآن سنعد كم هدية وسنصل العدد بالمعدود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. أي من هذه الأرقام هو الرقم 17؟ أحسنتم، هذا هو الرقم 17. هيا بنا نعد كم وردة يوجد لدينا هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. أي منهما رقم 18؟ أحسنتم، هذا الرقم هو 18. هيا بنا نعد كم شمسا جميلة يوجد لدي هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. أين هو الرقم 19؟ ها هو، أحسنتم. هيا بنا نعد كم قط يوجد لدي هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. أين هو الرقم 20؟ ممتازين، ها هو الرقم 20. الآن يوجد لدي قطار جميل، سنملئه بالأعداد الناقصة. هل أنتم جاهزون؟ ماذا يأتي بعد الرقم 1؟ 2. أحسنتم. بعد الرقم 3 يأتي الرقم 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. الآن الواجب المطلوب منكم يا أطفال أن تحلوا ورقة العمل صفحة رقم 34، سؤال أكمل كتابة الأعداد المفقودة بداخل التفاحة، وحل ورقة العمل صفحة رقم 35، عد ثم ضع دائرة على الرقم الصحيح. دمتم بخير أحبائي، أترككم مع هذا الفيديو، مع السلامة. طائرة واحدة، طائرتان، ثلاث طائرات، أربع طائرات، خمس طائرات، ست طائرات، سبع طائرات، 8 طائرات، 9 طائرات، 10 طائرات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة،
سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون.